السول زايد ولا بركة ما درت لك شجاعات ولا والو
زيوز أبقراني تربوتا تتار تتار تبارك الله عليكم. أيوز أبقراني تربوتا تتار راكم ناجغ تتار شكو وسس نسخي صراحة باقي بغيناهم يكونوا معنا. إذن غادي نضيفوا اليوم واحد شوية الوقت لأن الجمهور الحبيب كيبغي تيتار ونحن ايضا نحب مجموعه تيتار. اذا اغنيه اخرى هذه الجمهور ديال مدينه انسكام.
سمون انت ايوز 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 مقدم سمون تي ايوز عزيز الشام ايوز بن الشيخ تيتر مخدم التالي ما كل مدان ايوز ايتم سمون تيتر الطلب الدكتور تبارك الله على السي السي عبد الله زعيم السي عبد الله زعيم تفضل معنا فاعل جمعوي وطبعا مهتم بفن تزنزارت السي عبد الله ازايم سيسلم لمجموعه تيتار هذه الشهاده التقديريه مجموعه تيتار سيدتي سادتي لعلكم تلاحظون هذه الصوره الجميله الصورة التي هي غنية عن كل تعريف إنها تكريم أحد رموز تزنزارت التيغان دقمتنغ الشامخ عبد العزيز الشامخ هذا الرجل الذي يكرمه مهرجان تيوخت في نسخته الثالثة عبد العزيز الشامخ غصد إلا دارون إلا غنزقان إلا غلمدين نسغنزقان رسمتني أي سنك قمتنغ عبد العزيز الشامخ عبد العزيز الشامخ ابن مدينة زكان لعلكم تعرفون بأن مدينة زكان هي معقل تزنزارت واليوم يوجد معنا إيكوت عبد الهادي من مجموعة زنزار طبعا تفضل سي عبد الهادي أتصور عنك فزت فين سودا يلا هسي عبد الهادي ويدا دار كلشي لا فامي العائلة نقول لها تبدا يهمين غايا المدرسة تغيات يقات الاحترام يقات الإنسان يقات هو اللي يزورس المعقول الإنسان يسكن في تلت شهور كاينين غيعزو دار ميت من كل لغم غادي دار الإنسان عندو دار ديال الدوري في المسكين ياك سيري تفلاس منا ودام تيزري فلاتي منا يا نقدا كل يا الحمد لله والشكر لله مكنين نقول لي اخوان ولا كريان هذا حيبغوا ولا كريان هذا حيسكن كان غادي يخشنين ولا كريان ايسون ايسكن من غير انت ولكن حنسكن كني من نران كنين ولكن بعد ما كانت كنين اذا تريكا قول لي ها التاريخ يفتح له قدام النون ها التاريخ اللي تعودي يكون غير ولا زود كنين زود كنين يا نيغول يا نيغول حساب هذا الحساب يقنصل ولكن يا اخوانا نحن كل مليار مليارنا ورجعنا نحن كل اعداء نقول له بخير الحمد لله انا قريت مع تما نكرت كل دي سنه نكرت دي تما فانا الوقت نفاس الدياد الانسان في سيد ديما اي اخ اي ما قرد غماس هادي ما يقيمنا يتماس الرياض ورطلطه زيت في غاسون ميت نفطر زيت ورجعنا حنا نكلين هالشويه اللي سوالين ف هادي غوان ولا غوين ولا غين ولا تسقان سقان وسقان غين وريلا نانو ولا نحت لا نبني نلقى ديما اخوان حتى ما سيرت الغايا هادو اللي كري اللي يصور عن شكا هادا عرفتي احنا كاين الحق ربي دا راح يصفون يا ربي يصفون كل انسان ربي كان ربي تكيس انت هناك ما الانسان يكون يقع الانسان يقع اصدقاء الاخوان الحمد لله سلام عليكم ايوا سنك قبضنا عبد الهادي قلت غير اللي سيكنا غير اللي سينا يكون عبد الهادي غزر كيس اي تمنى نلقى كله يا غيات تكمايا يا الاسرايا اكستر بحر بس عبد الهادي غير داء الطلاب غير المجموعه تم سموتي كيدار ادغولين صغير تنتني تم سموتي كيدار تفضلات اي كيدار تم سموت نتو درت تنتني تفضلات كل شيء اي كيدار تربوتي قدرت تربوت درت إزنزار إيكوت عبد الهادي مجموعة إزنزار تفضلوا معنا القيدومين هاد الناس هادو خصنا في الحقيقة نشجعوهم ونفتخروا بهم قالوا واحد الصلاة على النبي على كل شيء هاد الناس اللي حاضرين معنا يلا صلاة وسلام هادو هاد الناس في المغرب هادو هاد الناس مرحبا انا اللي كان يدي بيتي كاين غير مجموعات ماشي صرا وصرا على مجموعات الوحده موجوده معنا
كذلك مجموعه تودرت، مجموعه تيكيدار، كلها مجموعات اعطت الشيء الكثير لتززارت. كل يا غصات فرح باهره اخ كل حضر المدنة دغين غصه اللي قال لها تمغره في الحقيقه اشكو حضر كل شيء مدنا دغين الفرح سبقتنا عبد العزيز الشامخ يقايوسي نزقام عبد العزيز الشامخ فتح عيني على مختلف تجارب الروايس بحكم تواجدهم في درب ايد الشامخ. ونكرم اللحظه ايضا وجه رياضي معروف احلى حجام بركه صحيح غير مرتيني سي حسن صحيح تفضل سي حسن صحيح الحسن الصحيب ايضا نكرم هذا الشخص بلا تصفيقه حر على الحسن الصحيب طبعا طاقه كرويه هائله هنايا سي الحسن الصحيب اذا كما تعلمون سيداتي سادتي مهرجان تيوخت يكرم في كل سنه وجوها رياضيه وجوها ثقافيه وجوها فنيه اليوم نكرم عبد العزيز الشامخ في الميدان الفني نكرم الحسن الصحيب في الميدان الرياضي. هادي هو هادي قاعد درنا هو هاكا تسلم لا 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 نمناو ماشي غير هو هادي لا نمناو يا ابني يا هادي الا ما يموت نعطي ربي يصير الحمد يا الي صاحب درنا هادي اللي حمص زعما اللي كان حضري يعني كان سون ولا سيزون اي كان اوتري راهم كلينيك هو الانسان اللي زراحنا قدام والن هادي وريكي الحاج تاع السنة السنين كنا كمزيغ لا كمزيغ صاحب الي لا منا هادي هنا وحماش الارشيف راه الفرزين جمعة منا ويلان روح للمساكن هادي ما فيش روح ياك ولكن الحمد لله كنا غصاد ايغا ونغيد ايغ وين وياك ايغ وين الجميع شكرا تم سمون تيوخ ترى تزكيات الهدية سلمونا سبيان الطلب رئيس الطلبة يقود عبد الهادي أنا تزكي الهدية سلمونا سبايا يقود عبد الهادي سيمنح هدية بالمناسبة للحسن الصاحب قيدوم الرياضيين بهذه المنطقة ومدرب حالي تبارك الله على السي حسن الصاحب طبعا له عدة عطاءات في الميدان الرياضي حسن الصاحب من مواليد سنة 1945 من أسرة رياضية على رأسها والده محمد الصاحب الملقب ببرنبي طبعا سي محمد أو سي حسن الصاحب لعب مع اتحاد فتح ينزكان لعب مع اتحاد كسيمة مسكينة ينزكان ومع أولمبيك تشيرا وكذلك مع مجموعة من الفرق وطبعا هذا الرجل يستحق منكم تشجيعات كبيرة جدا سيدتي سادتي وهدية من السيد مدير مهرجان تيوخت للسي صاحب الحسن طبعا عرضون امتنان ووفاء لهذا الشخص الذي اعطى الشيء الكثير للكره وتحيه لمهرجان تيوخت الذي يكرم في كل سنه طاقاته بمدينه انزكان طبعا السي صاحب غني عن كل تعريف تبارك الله على السي صاحب تبارك الله على السي الحسن وطبعا السيد رئيس جمعيه تيوخت في صوره تذكاريه برفقه عبد الهادي قوت والسي الحسن الصاحب والسي عبد العزيز الشامخ ايضا في صوره تذكاريه وهو المكرم اليوم هاد الناس كيتكرموا لانه يستحقون كل خير ويستحقون كل اعتبار لان مدينه انزكان زاخره بالعطاءات الفنيه الثقافيه الرياضيه واليوم نكرم في تكريم هؤلاء الاشخاص نكرم انفسنا اولا ونكرم تاريخ هذه المدينه الحافل بالعطاء. هنيئا للحسن الصاحب بهذا الجو الجميل. ونكرم اللحظه عبد العزيز الشامخ ابن مدينه انزكان. اطلب من السيد رئيس الجمعيه ومدير المهرجان سي احمد طالب باش يكرموا سي عبد العزيز الشامخ اللي هو طبعا من مواليد سنة 1945 بمدينة انزكان هو في وسط فني معروف يسكن بدرب ايد الشامخ حفظ الكثير من رصيد الرويس كان يحضر باستمرار لتداريبهم كان يلازم جوق تبغينوست اينما حل وارتحل طبعا له تداريب مع هذه المجموعة انضم سنة 1973 إلى مجموعة الأقدام بإنزكان
وكين سيبيري راه هو من مجموعه القدم ايضا، التحق بمجموعه جيل سيدي المكي سنه 1974، ساهم في تاسيس مجموعه الزنزار الاواخر سنه 1974، انقسمت المجموعه طبعا وكون مجموعه اسميه لها اسم الزنزار الشامخ سنه 1976، له العديد من الاسطوانات والاشرطه. بغيناكم تصفقوا كثيرا على عبد العزيز الشامخ. وما رايكم سيداتي سادتي ونحن نحتفي بهذه المجموعه، غادي نعطوا الكلمه لعبد العزيز الشامخ ليقول كلمه لهذا الجمهور. غلاد ردفك الميكروفون يقمتنا عبد العزيز الشامخ مرتينيت يقدودا دي عزالي كل حاضر الغصاد غير درنا عبد العزيز الشامخ. بون ازيون الفلان اي مازيغ نبعدا كل ما يقال مازيغ ازيون الفلاس ازيون فايتين زكان ولا تسايره ولا تجرف ولا طراست ازيون الفلاون غصادي قوم مقار مقورن دي كل من المغورن انت مازيغ تنغ نيري ايلي ماشي الغصاد صباح دي زير صباح ايلي ديما الخيرات ان شاء الله. ملي سات تمرا قرب هذه كل الخيرات نزغ كيس نزغ نكيكنب ولا ما غدو لي الان يقا خدام نون كان وقا خدام نون كي خدام انت مازيغ ار الموت غدا الا انا يتما ولا نسولو زيد وكان غنشكالو السلام عليكم يا اسماء هذا اخبار دحين كنحكى لا هذا مبارك يشورني الدار شور يا ترى دينا هنا كاين اخوانا قرنا قوم كان يسمع بلاغي ما نسوي لك اخي اللي قال لك الحق كاين ما نقول وذلك لا ولكن الحمد لله وشكر لله نحن ما خدمتش الاخوان قرات صنغي كليا ما كاين كاع يا لنا الحمد لله غير كنين اجيرو لي لي اختار لي وين دوار دغين دغين دغطان هيدا دغينا هيك ويا نون نكني نمون الحمد لله مش كان زمان هنمون من مزي ولا هو واش غير هو ما رجعش كان كيسوا وقوص وقوص نفسي كراف يا هو كنا في دربي هو انا سكريت الاغنيه كل نقراتنا الحمد لله وشكر لله يا شهد أمين أشهد أن لا إله إلا الله دين تقدير ولا دين مقابير ولا ملقى ها؟ شهادة تقدير من جمعية تيوخت لمجموعة زنزار يقدمها السيد رئيس جمعية تيوخت لمجموعة زنزار برئاسة إيكود عبد الهادي. دقيت مغور غاسي عبد الهادي. أكيس ربح ربي. مجموعة إيكدار تستحق أيضا شهادة. مجموعة إيكدار. مجموعة إيكدار. مجموعة إيكدار. تفضل. إذا أسلال. الفنان اسلال سيسلم شهادة تقدير للفنان طبعا رئيس مجموعة ايكيدار. بس كيزور داويب. هكي استرب حرب بس عبد الهادي. بس كيزور داويب. واخا. إذا مع أغنية جماعية لهذه المجموعة لهذا التراث الغني الفني الذي نفتخر به في جهة سوسمسة درعا وعلى الصعيد الوطني مع أغنية جماعية لنحتفي جميعا بالفنانين ديالنا عبد العزيز الشامخ والحسن الصحيب مع هذه المجموعة الجميلة تصفيقاتكم سيداتي سادتي هذه المجموعة تصفيقاتكم لا أكثر 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 بغينا تصفيقات أكثر الله يخليكم Thank you.
ليس من أبو